وللمزيد حول وضع التعليم والسياسات التي انتهجتها حكومات ما بعد الاحتلال في العراق، والتي أوصلت التعليم في العراق مراتب متدنية عالميا، ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور هلال الدليمي. أهلا ومرحبا بك دكتور هلال. أهلا وسهلا، أسعد الله مساءك بكل خير. أسعد الله مساءك دكتور. الإحصائيات تتحدث عن وضع متدن للتعليم في العراق، والمعارضة تتهم حكومات ما بعد الاحتلال بأنها هي السبب. بداية، كي ندرس الظاهرة علينا أن نقارن أوضاع الأمية قبل وبعد الاحتلال، كيف كانت؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد تحية لكم ولقناة الرافدين، وأشكر قناة الرافدين لبحثها في هذا الموضوع الخطير الذي حقيقة يمس الوضع التعليمي بالعراق ومستقبل العراق ومستقبل أجيال العراق الذين يتعرضون لحملة تجهيل متعمد منذ الاحتلال ولحد الآن. وهذه الأمور حق شملت عدة اتجاهات علينا أن نؤشرها بدقة. أولا، إهمال الجانب التعليمي، لأن العملية السياسية بنيت على ليس على الكفاءة وإنما على المحافظة. ومن يستلم وزارة التربية والتعليم بالتأكيد لم يكن له دور في تطوير العملية التربوية والتعليمية، هذا جانب. الجانب الثاني هو تدخل الأحزاب الدينية أو تسمى الدينية وتغيير المناهج وفق لا ترتبط بواقع العراق ولا تتقي بالعملية التربوية الحد الذي يستطيع الطالب أن يتلقى المعلومة كما هي بأصولها. الجانب الثالث هو عدم الاستقرار الأمني الذي، وخاصة النزوح الكبير للمناطق الست التي تعرضت إلى إبادة كبيرة في هذا الجانب، إضافة إلى أن حالة الفقر الذي وصلت الشعب العراقي إلى 40% من يعيشون تحت خط الفقر، وهذا مؤشر وزارة التخطيط هذا ليس قيام له. الجانب الأهم هو هل هذه الحكومة هي جادة في عملية إنقاذ العملية التعليمية؟ ألم يكن المسؤولين، معظم المسؤولين الذين أتوا في هذه الحكومة هم مزوروا شهادات، ومن هم الأعضاء في البرلمان؟ فأنت تخيل أنه كيف يكون اللجنة البرلمانية تدعي أنها تحارب التجهيل والأمية وتنقذ التعليم، ولم تنقذ المجلس الذي فيه مزورون للشهادات؟ ماذا فعلوا للمزورين الشهادات في مواقع المسؤولية؟ الواقع التعليمي في العراق قبل الاحتلال كان يعتبر الأفضل في المنطقة من الأنظمة التعليمية المتقدمة في العالم، وكانت الأمية، وكلنا نعلم، وهذا الكلام ليس سرا ولم يعد خافيا على أحد، أن الأمية كانت وصلت إلى أدنى مستوى لها أو إلى حالة صفر، إضافة إلى أن القوانين في ذلك الوقت، قانون التعليم الإلزامي الذي يعاقب الأب إذا لم يرسل أولاده إلى المدرسة، وكانت الدوائر الأحوال المدنية تبلغ المدارس بمواليد الذين يبلغ السن القانوني 6 سنوات لدخول المدرسة. الآن التسرب من المدارس إضافة إلى سوء التعليم، سوء المناهج، وإهمال الجانب التعليمي، إهمال المعلمين، الفقود، يعني الحقيقة تدمير البلد يرتكز كما أشار نابليون أنه القضاء والتعليم إذا فسدت الدولة. طيب دكتور هلال، إلى أي مدى ترى أن تفشي الفساد في وزارات التعليم المتعاقبة بعد الاحتلال له دور فيما وصل إليه التعليم في العراق، حتى أن بعض المراقبين يرون أنه نسف المنظومة التعليمية بشكل كامل؟ أخي، لا يوجد تعليم في العراق، لا يوجد عملية تربوية في العراق منذ الاحتلال ولحد الآن، وهو في تدهور مستمر، وتدهور خطير وسريع، ليس تدهور بطيء.
الحقيقة انحدار شديد في المستوى التعليمي والتربوي في المدارس العراقية، إضافة إلى أن الآن ونحن في هذا الوقت نجد أن المدارس في كروانات وبيوت ممطين والكرسي للجلوس عليه، وهذا الأمر أصبح ليس سرا وأصبح حقيقة يعني مقيت جدا. كيف لدولة نفطية يكون حال المدارس فيها بهذا الحال، وهي الأسوأ في من أسوأ أنظمة التعليم في العالم، وحال الطالب الأسوأ في العالم، ليس في مجال المنطقة، ليس مقارنة بالمنطقة، ولكن يعني هل يعقل أنه لا زال الطلبة يفترشون الأرض في العراق في الوقت الذي يسرق المسؤولون كل ما في وزارة التعليم وفي الوزارات الأخرى؟ الفساد الذي عشعش في أجهزة الدولة أصبح هو السمة البالغة. الفاسد لا يمكن أن يبني وطن، ونحن علينا أن نعترف بشيء، أن الولايات المتحدة الأمريكية كان أحد أهم ركائز الاحتلال هو تدمير الجانب التعليمي والقضاء على النهضة العلمية في العراق، التي كانت ترعب الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها في الغرب، ولهذا كان استهداف الطبقة المثقفة وحملة الشهادات العليا في العراق بين القتل والتهجير والاجتثاث وما إلى ذلك، قوانين ما أنزل الله بها من سلطان لإيصال العراق إلى هذا الحال، وهم يعلمون هذا. المنظمات الدولية كانت تشير إلى هذا الأمر باستمرار، وخاصة منظمة اليونيسف، لكن لا حياة لمن تنادي، لأن القائمين على العملية السياسية همهم الوصول إلى الكراسي بأي طريقة. الذي يشتري منصب وزير الوزارة الفلانية بكذا مليون، هذا لم يأتي ليبني بقلة، هذا جاء ليسرق، وتعطيه الأنظمة القائمة والأحزاب والميليشيات، إضافة إلى تدخل الميليشيات في العملية التعليمية. وكلنا نعلم كيف تدخل الميليشيات إلى قاعة الامتحان وتجبر المدرسين على الغش، وأنه وكلام واضح يعني في خاصة الامتحانات العامة. دكتور، يرى البعض أن المناهج التعليمية ترسخ مفاهيم وقيم، تضرب قيم التعايش في العراق. كيف ترى دور الميليشيات وتدخلهم في ترسيخ يعني تلك القيم التي كانت منعدمة قبل الاحتلال؟ يعني هذا التدخل في العملية التربوية والمناهج وفرض حقيقة السياسات المرتبطة بمشاريع خارج العراق، وخاصة الجانب الإيراني، الميليشيات الإيرانية وما تريد إيران من العراق بأسلوب التجهيل وإدخال الخرافات إلى التعليم. يعني في أي وقت يكون التعليم بهذا المستوى الذي تقوده أناس جهلة؟ يعني إذا كان الذي يقود العملية التعليمية جاهل، فماذا تتوقع من الطالب الذي يتلقى هذا السم حقيقة؟ نعم. الباحث السياسي والأكاديمي الدكتور هلال الدليمي، كنت معنا عبر الهاتف من العاصمة الأردنية عمان، شكرا جزيلا لك.